قصة ابتدأت مع 55 طفلاً من أيتام دير ياسين لتتحول بعد سنوات إلى مشروع اجتماعي وطني يضم حضانة ومدرسة وكلية ومتحف يحملون اسم هند الحسيني، اسم لم يزل محفوراً في ذاكرة ووجدان المقدسيين. اسمي هداية أحمد حماد العطاري الأصل، لكن أنا بعد ما تبنتني هند حسيني صار اسمي هداية أحمد حسيني. أنا عشت من عمري شهرين لتوفت ماما 40 سنة كان عمري وأنا عايشة معها. هند حسيني بدأت المشروع سنة 48 على أثر أطفال دير ياسين، 55 طفل. كانت هي معلمة في الكلية الإسلامية، هي راجعة بالطريق لقت هدول الأطفال ما قدرت تتركهم، وقفت وسألت مين أنتوا، قالوا لها إحنا أطفال دير ياسين، فما قدرت فأخذتهم واستأجرت في البلد القديمة جنب مدرسة صهيون غرفتين، حطتهم عبين ما تجهز بيتها هذا اللي إحنا هلأ فيه. وكانت عايشة مع والدتها، والحمد لله يعني باللحظة اللي طلعت الأطفال هدول الغرفتين انهدوا، أجت قنبلة تواز فولينج وربنا نجاهم. طبعا جابتهم عند والدتها ببيتها بيت جدها، وبلشت من هاي النقطة مشروع دار الطفل. جهودها وتفكيرها دائما مستمر في تخطيط لمستقبل لأفكار جديدة. كان عندها بعد تفكيري زمني جبار. عمتي الست هند حسيني كانت بالنسبة إلي زي كمان والد ووالدة. دائما كانت بتفكر كيف تلاقي طريقة تحسن من أوضاع الصبايا والشباب في اتجاه تعليمهم وتثقيفهم لحماية وطنهم، لأنه الأطفال إذا ما وجدوا مكان ثابت يتعلموا فيه بضيع الوطن. الوطن أهم إشي فيه وأهله. فيعني الحمد لله دار الطفل متكاملة، عندنا جامعة، عندنا مدرسة من كيندرغاردن، من نيرسرينج لتمهيدي لابتدائي لثانوي لجامعة، عندنا متحف، عندنا بناية دار إسعاف النشاشيبي. فهذا كان حلمها، تقعد على البلكون تقول لي يا بنيتي كان هذا حلمي، هذا قبل لا تتوفى والحمد لله، وهذا حافظوا عليه يا هداية هدهدة، حتى مش هداية، يا هدهدة يا بنيتي ديروا بالكم على دار الطفل، أنا اللي علي عملته.